زوجة تكره أم زوجها، وكانت دائماً تطلب منه أن يحمل أمه ويصعد بها إلى الجبل ثم يتركها هناك ويرجع. استجاب الزوج لطلب زوجته فحمل أمه على ظهره وقرر أن يصعد بها إلى الجبل، وكانت الطريق طويلة وكانت أمه تقطع الأغصان وترميها على جنبات الطريق. وعند وصولهما إلى قمة الجبل ترك الرجل أمه هناك وهم بالنزول، لكنه ظل الطريق، فنادته أمه من فوق: يا بني، لقد وضعت الأغصان على جنبات الطريق حتى تعرف طريق العودة، فكن حذراً يا ولدي. فانفجر الرجل باكياً واندم على فعلته، وطلب العفو من أمه وقبل رأسها. فرحت الأم بثوبة ولدها، ثم عادا معاً إلى البيت. مهما عملت الشر في أمك فاعلم أنها دائماً وأبداً تحب لك الخير. كنت تحب أمك، حط لايك. طفل بعد أن ماتت أمه تزوج أبوه بامرأة أخرى، فعاش الطفل مع أبيه وزوجته. وفي أحد الأيام سأل الأب ابنه قائلاً: ما الفرق بين أمك الأولى وأمك الثانية؟ أجابه الولد: كانت أمي الأولى تكذب علي. كيف ذلك؟ كانت تقول لي: إذا لم تتوقف عن اللهو فسوف لن أطعمك، لكنها سرعان ما تخرج للبحث عني في كل مكان، فتعاتبني وتسامحني ثم تطعمني. لكن أمي الثانية عندما تقول لي: لن أطعمك إذا ما عملت خطأً، فهي لا تكذب علي. فها أنا دا جائع منذ 3 أيام. كنت تحب أمك، حط لايك. خرج الشيخ من المسجد وفي طريقه التقى بامرأة عجوز تقف حزينة وفي يدها ورقة. قالت: يا شيخ، أحتاج مساعدتك. بماذا تريدين أن أساعدك يا سيدتي؟ عندي 4 أولاد. الابن الأول أكمل دراسته وسافر للعمل في الخارج، ومنذ ذلك الوقت لا يسأل عني. الولد الثاني يشتغل مديراً لبنك، هو مشغول جداً ولا يجيب على مكالماتي. أما الثالث فقد طردني من بيته لإرضاء زوجته التي رفضت أن أعيش معهما. ثم لجأت إلى الولد الرابع فأخذني في جولة بسيارته الفاخرة وأعطاني هذه الورقة وطلب مني أن أنتظره قرب هذا المسجد، لكنه تأخر وأخاف أن يحصل معه مكروه، لذا أريدك يا شيخ أن تقرأ لي هذه الورقة. ده كنت تحب أمك، حط لايك. ابن أرسل أمه إلى دار للمسنين بطلب من زوجته التي رفضت العيش معهما، وقد كان يزورها في فترات قليلة. وفي يوم اتصلت به إدارة دار المسنين وأخبروه بأن أمه تحتضر وتطلب رؤيته، فذهب إلى هناك سريعاً. وعندما وصل قال لها: ماذا تريدين أن أفعل لك يا أمه؟ قالت: أتمنى أن تحضر مراوح إلى هذه الدار، فليست لديهم مراوح، وأحضر أيضاً ثلاجات لحفظ الطعام، فكم نمت من دون طعام؟ رد الابن باندهاش: الآن تقولين هذا الكلام وأنت تحتضرين؟ لماذا لم تشتكي من قبل؟ ردت الأم بحزن: كم نمت في الحر والجوع، ولكني أخشى عليك ألا تصبر على هذا الوضع حين يأتي بك أبناؤك إلى هنا عندما تكبر. ثم أغمضت عينيها وماتت، فندم الولد حيث لا ينفع الندم. إذا كنت تحب أمك، حط لايك. في فترة المراهقة كنت أبتعد كثيراً عن البيت وأتأخر في العودة إليه، كان ذلك يغضب أمي كثيراً. ما كنت أعود ليلاً إلا متأخراً بعد أن تنام أمي، فما كان منها إلا أن بدأت تترك لي قبل أن تنام رسالة على باب الثلاجة، وهي عبارة عن إرشادات لمكان الطعام. وبمرور الأيام تطورت الرسالة، فأصبحت طلبات بوضع الملابس المتسخة في الغسيل، بالإضافة إلى تذكيري بالمواعيد المهمة. مرت فترة طويلة على هذا الحال، وفي يوم عدت إلى البيت متأخراً فوجدت الرسالة المعتادة. تكاسلت عن قراءتها، ذهبت إلى فراشي ونمت نوماً عميقاً.
وفي الصباح فوجئت وأبي يوقظني: لقد ماتت أمك، قد ماتت أمك، قد ماتت أمك. إذا كنت تحب أمك حط لايك الفيديو.